اما بالنسبه للي ما حققوش النتائج يا اسماء نقول لهم بالنسبة للي ما حققوش النتائج بالتأكيد إن شاء الله يبقى في فرصة تانية، وفي نفس الوقت اللي ما حققوش النتيجة اللي هم كانوا متوقعينها بنقول لهم دايما، بنأكد على الجملة دي، مش نهاية المطاف خالص، وخلينا نعرف ازاي نتعامل مع ده سواء كان شخصية او من خلال الاهل، عشان ما يبقاش كمان في ضغط على ولادنا من القصة دي، ان هو يكون بدل شايفين هم عملوا اللي عليهم وما كانش فيه تقصير، فازاي ان انت تدعم ابنك لو ما جابش النتيجة او الرقم اللي هو كان متخيله. معانا على التليفون دكتور هشام رامي، استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير للساده المشاهدين كلهم يا فندم. بالتاكيد الايام دي من الايام اللي بتبقى صعبه جدا على الطلبه في الثانويه العامه، وكمان على اولياء الامور. في طبعا احنا بنبارك لكل الناجحين ولكل اللي حققوا احلامهم، لكن بالتاكيد في بعض الناس لم يوفقوا، سواء كان بقى بالنتيجه الغير مرجوه او يعني كانوش عاملين حسابها، اقل شويه من المجموع اللي عاوزينه، او لم يوفقوا خالص. ازاي انا كولي امر اتعامل مع الموضوع ده وادعم ابني علشان ما يتعقدش، عشان ما يشوفش ان دي نهايه الدنيا او نهايه المطاف؟ تمام يا فندم. طبعا هي فتره صعبه جدا للناس اللي ربنا ما وفقهمش للحصول على المجموع او حتى للنجاح. اهم حاجه بالنسبه نصيحه لولادنا او بناتنا او حتى للاهل، اول حاجه اسمها التقبل. تقبل حاجتين، تقبل ان انا ما جبتش النتيجه المرجوه، وتقبل ان انا زعلان ان انا ما جبتش النتيجه اللي جوه. ما اندهش ان انا زعلان، ما اندهش ان انا غضبان، ويجب على الاهل في هذه اللحظه انهم يقفوا جنب اولادهم وبناتهم ويقولوا لهم احنا مقدرين انكم زعلانين، احنا مقدرين انكم محبطين، ولكن يبقى في الاول بصدقهم، بقدر مشاعرهم، ثم اقول كلمه ولكن. ولكن الكلمه اللي حضرتك قلتيها الكلمه السحريه، ده مش النهايه، ده مش معناها ان كل حاجه فشلت، ده مجرد طب يا دكتور هشام، عذرا على المقاطعه يعني، لكن ده ينفع لو الاب والام كانوا شايفين الطفل او ابنهم، يعني مش الطفل طبعا، ابنهم بيذاكر وعمل اللي عليه، ولكن يعني ربنا ما وفقوش بشكل او باخر في المجموع، لكن لو انا كنت شايف ابني اصلا هو لعبي مش بتاع مذاكره وما بيبذلش مجهود، برضه هقول له نفس الكلام، ولا بيبقى فيه كلام اخر للتحفيز عشان لما يعيد السنه يبذل مجهود اكبر؟ حتى لو انا كنت شايف كده، هذا ليس الوقت للوم ولا العتاب، هذا وقت ان احنا نوقف وقفه جنب بعض، بندعم بعض، وبنشوف ايه الدروس اللي هنتعلمها من الخطوه دي، وايه البدائل اللي قدامنا بعد كده. هل ساعيد الامتحان لو انا عاوز احسن المجموع، او كان ربنا ما وفقنيش وعاوز انجح؟ طب لو هعيده هستفيد ايه من الفتره اللي فاتت؟ هل محتاج اغير طريقه مذاكرتي؟ هل محتاج استخدم الوسائل الكتير الجديده اللي بتقدمها وزاره التربيه والتعليم، ولا اروح اخد دروس؟ لازم اعمل ايه؟ نسميها كده، بنقف وقفه مع بعض ونشوف ايه البدائل اللي قدامنا، وايه الدروس المستفاده من المرحله اللي عديناها في الاول. ولكن اؤكد على الاهل، هذا ليس وقت لوم الابن او البنت. حقيقي. اللوم سيؤدي الى نتائج نفسيه سلبيه. وهل وده برضو وقت الاستشاره، او يعني دايما الاهل بيبقوا في النقطه دي بيبقوا مش عارفين هو رايهم استشاري؟ ولا بيبقى فيه، مش عايز اقول استخسار، لكن مثلا ابني جايب مجموع وعايز يدخل كليه مش هي دي كليه بالنسبه لما يقال انها كليه قمه، لكن جايب مجموع كبير، فالاهل بقى يستخسروا، لا ادخل دي، لا اعمل ده، فهل الاهل ان هم يتدخلوا ويعملوا ده؟ وهل فعلا موضوع استخسار النتيجه زي ما بيقولوا او التفوق ده ممكن فعلا يؤدي او يؤثر على مستقبل ولادنا فيما بعد؟ فكرة الاستخسار أو إن أنا أضغط على أولادي لتحقيق أحلامي أنا أو أحلام المجتمع أو الثقافة اللي حواليا، هي فكرة خاطئة وبتؤدي ساعات كتير إلى نتائج عكسية. هنا بالنسبة للناس اللي ناجحة أو جايبة مجاميع معينة، هنا ده وقت الأول نفرح مع بعض ونبقى سعداء، ثم نتوقف للحظة ونشوف رغبات ابني أو بنتي إيه؟ هل رغباتهم موضوعية وواقعية ولا لأ؟ ثم نستشير الناس اللي حوالينا ونشوف هو ايه الكليات دلوقتي، او ايه انواع الدراسه اللي بتطلبها سوق العمل. متطلبات سوق العمل حقيقي. بالظبط، طبعا ده شيء مهم جدا، وما نخدعش ورا وما يطلق عليها السمعه بتاعت كليات القمه. ايوه، دي ثقافه طبعا. بيحب الحاجه، انا برضو لازم هنا اوفق ما بين رغبات و...
ميول ابني او بنتي، مش مجرد استخسار للمجموعه. طب انا عايزه اتوقف عند كلمه رغبات اللي حضرتك قلتها، او البدائل للكليات. احيانا يبقى الطالب جايب مجموع عالي وخلاص، هو حاطط قدامه هدف انه هدخل الكليه الفلانيه، ولكن يبقى للتنسيق راي اخر انه تفرق معاه على 1% 4%، ودي سمعناها كتير في سنوات قبل كده، انه الشخص احلامه تتغير ومشوار حياته القادم يتغير بسبب يعني حاجة بسيطة جدا في المجموع. في الحالة دي المفروض الطالب يبقى عنده بدائل واختيارات أخرى، ولا بيبتدي يكمل في نفس الاتجاه ولكن من خلال الكورسات وتدريبات بعيدا عن الدراسة الأكاديمية؟ يبقى هنا عنده أكتر من بديل زي ما حضرتك أشرتي. أنا ممكن حتى لو ربنا بسبب نمرة أو نمرين أي الحاجات الغريبة اللي بنسمع عنها، لو أنا فعلا بحب المجال ده أنا ممكن أدرسه بطريقة كورسات، بطريقة اللي هو بيطلق عليها أونلاين ستاديز، دي بقت متوفرة كثيرا. ما حسست نفسي إن لو حاجة ما حققتهاش دي نهاية الكون، هذا ليس حقيقتها. دائما هناك بدائل ودائما هناك طرق للوصول اللي أنا عاوزه. المهم إن أنا أكون عندي ما يطلق عليها مرونة فكرية، دعم من أسرتي، والحقيقة الدولة بتوفر لي بدائل أخرى ممكن أطرقها. طب اخر حاجه وبشكل سريع معلش يا دكتور، حضرتك قلت من خلال اجابتك الرغبات الموضوعيه، لو لقيت رغبات ولادي موضوعيه، لو كانت مش موضوعيه اعمل ايه؟ هل ده وقت التدخل بحسم، ولا برضو اسيبهم وده اختيارهم ده مستقبلهم؟ لا ناخد واحده ولا اختيارات غير موضوعيه زي ايه؟ يعني واحد مثلا انا عارف انه ليس عنده مواهب او قدرات في الرسم او في الموسيقى او حاجه كده، وافاجئ انه بيتقدم اليه كلية كل اللي فيها كده، فانا بنصحه. اول حاجه بنصحه، ثانيا الحمد لله السيستم دلوقتي بيعمل حاجه اسمها امتحان قدرات وامتحانات اذا كان في بوتنشال ولا لا، فهنا الحاجتين دول مع بعض مع النصيحه بيوروا ابني ان ايه؟ ان مش ده الاختيار السليم بتاعه. لكن بنقول مفيش ضغط ولا قهر، لان ده بيؤدي الى حاجتين مهمين جدا. لو انا ضغطت او اكبرت هيفضل الشخص ده بيلومني طول عمره لو حاجه حصلت غلط. حقيقي. عشان كده احنا لا نترك الا النصيحه والدعم. كل الشكر للدكتور هشام رامي استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس، ومره ثانيه بنقول لكل طلاب الثانويه العامه الف الف مبروك، كل اللي ربنا وفقهم وحققوا احلامهم الف مبروك، ولعائلاتهم بالتاكيد، واللي ربنا يعني لم يوفقوا هذا العام او ان هم ما حققوش احلامهم في المجموعه او ما شابه يعني، بالتاكيد مره ثانيه وثالثه وعشره مش نهايه المطاف، بالتاكيد دي صفحه جديده بتبتديها، بتبتدي حاجه ممكن تبقى افضل بكثير مما ممكن تتخيلوا انت كنت مرتبه لنفسك، ربنا مرتب ترتيبات تانية احسن بالتاكيد.